ما المكان؟ شنو هاي؟ مكان؟ عبالك عبالك مثل الطيارة ويا الهواء. ما المكان؟ ما المكان؟ هو أنا سويته. خطارة وياك. هو أنا سويت إيقاع الطيران. المكان عيني. ما المكان؟ حتى ما المكان؟ ما المكان الذي يمكن أن تجد نفسك محتجزا فيه؟ ويا ستار يا ستار يا ستار، ما المكان الذي يمكن أن تجدين نفسك محتجزة فيه؟ اللي هو جو الجواب. إيه طبعاً أنت. طبعاً المطار. المطار ممكن يكون تكوني محجوزة. أي نعم. إيه خلينا نشوف. المطار خطأ. لا المطار ما مطار انتظار. وليس حجزا. نعم. خلينا نشوف مريم شو تقول. كان السؤال العيلة. ما المكان الذي يمكن أن تجدين نفسك فيه محتجزة؟ السجن. 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 خلينا نشوف. السجن. والسجن أيضا خطأ. ليش؟ لأن السجن مو احتجاز. سجن قرار صدر في حق متهم. نعم. وثبتت إدانته فسجن. نريد حجز. إنسان يحجزوه بمكان معين. أنت وين تلقين نفسك محتجزة؟ نروح عليها من نروح على الأخت آية. شو تقولين؟ ممكن بالحمام يقفل علي يوم ترفتحها. وأنا صايرة بيا هواية. يا يابي. الاحتجاز بالحمام. خطأ. إي طبعاً خطأ. إي طبعاً. مو شرط. يعني أنا وايدتش. أنا ما أدري إنه أكو استبيان أكو كمبيوتر. والأخ أحمد شو يقول؟ مركز شرطة. مركز شرطة؟ خلينا نشوف. مركز الشرطة. نعم، وهو أعلى احتمال، لأنه الإنسان في مركز الشرطة يجد نفسه محتجز بسبب قضية ما أو دهس أو إلى آخره. إذا شكرا جزيلا. تفضلي ست لمياء وتفضلي أخت مريم. ونجي الآن على الست ميسم. اذكري لي مكان ممكن أن تجدين نفسك محتجزة فيه. ويا ساتر. أي والله. ممكن الأحداث. الأحداث؟ أي يعني دول جوا المكان. المكان محكمة. ها محكمة. محكمة. أي إذا خلاص المحكمة. قول المحكمة. خلينا نشوف. المحكمة. وهذا خطأ. وست غفران. دار العجزة. دار العجزة؟ هذا خطأ ثاني. عليكم أن تشاورون. ما المكان الذي يمكن أن تجدي نفسك محتجزة فيه؟